بعد السلام عليكم اخوتي تانيين صحاك شو هذاك اموركم زيانة الحمد لله مرحبا بكم في فيديو جديد قناتكم سعد ويب وكم سعيد فيديو اليوم كما قلت في المينياتور ولا في العنوان عندكم واحد فلوس في باينانس اليوم راح نوريكم كيفاش تاخذوهم الناس اللي عمرهم ما داروا شي تريدين ولا ما كيديروش التداول بزاف في باينانس فاكيد ما يكونش واحد المبلغ كبير ولا يمكن ما يكون حتى شي مبلغ لكن الناس اللي كيتريديو في باينانس ومديرين صفقات ما عرفتش المهم قد ما طولت مطول في باينانس وما عرفتش الاستراتيجي قد ما تلقى فيها مبلغ كبير باش ما نطولش عليكم نتلاقاو بعد الانترو مرحبا بكم الخوت من جديد اذا الى كنتو كتريديو في باينانس ولا اي منصه اخرى غتلاحظوا بانكم ملي كتشريو شي عمله وكتعاودوا تبيعوها ما كتباعش كاع العمله اللي عندك كتباعش كتبقى واحد النسبه يعني كتبقى عندك يعني ما كديرش في 100% داك المبلغ اللي كتبيع به اوكي كتمشي تستثمر في عمله اخرى كيطرى فيها نفس المشكل ملي كتشري وكتبغي تبيع ما كتبيعش داك الشيء كاع العمله كامله كتبقى واحد الجزء من العمله في الحساب ديالك وقد ما كانت العمله غاليه قد ما هذاك الجزء اللي كيبقى تيكون كيسوى الثمن واكيد عمله من ورا عمله وعمله من ورا عمله كتلقى راسك انك ضيعتي بزاف الفلوس غير في هذه العملات هذيك شويه ديال العملات اللي كيبقاو عندك في الحساب ديالك الا كنتي كتريدي في باينانس ما كتضيعكش في هذه الجزئيه هذه كتخول لك انك هذوك الاجزاء ديال العملات اللي بقاو عندك في الحساب ديالك وما عرفتيش كيفاش تبيعهم تصرف فيهم حيت اقل مبلغ اللي تقدر تبيعو هو 10 دولار اقل مبلغ اللي تقدر تشري به هو 10 دولار فباينانس كتخول لك انك هادوك السمال اسيت هادوك لي توكن مبالغ صغار هادوك لي توكن اللي بقاو عندك في الكونت ديالك واحين فك ممكن انك تجمعهم وتحولهم للبي ان بي وهذه طريقه زوينه ديرها باينانس باش ما تضيعش في الفلوس اللي عندك وتقدر تستافد منهم وتحولهم يعني تجمعهم وتحولهم لحد الكوين معينه اللي هي الكوين الرسميه ديال باينانس وهي البي ان بي باش ما تدخلوش في الهضره ندخلوا نيشان في صلب الموضوع اولا بعد ما كتدخلوا الكونت ديالكم اكيد الطريقه هذه كاينه في باينانس الابليكاسيو ديال باينانس وكاين ايضا في التليفون كنتوجهوا للواليت ديالنا بعد ما كتوجه الواليت ديالنا كتمشي للسبوت كيطلعوا لك جميع لي توكن اللي عندك واللي ديجا متريدي فيهم واكيد غتلقى كل توكن وشحال غتلقى فيه واحد النسبه قليله ديال لي توكن اللي كاينين فيها يعني كتبيع ولا ما كتبيعش داكشي كامل كيبقى فيه واحد شويه كيبقى عندك على انك كتمتلكه لكن ما تقدرش تصرف فيه لا تبيعه ولا تدير فيه والو حيت مبلغ صغير بزاف واكيد كوين وراكون كيولي عندك بزاف ديال لي كون فيهم واحد المبالغ صغيره الا شفتوا معايا الفوق شويه غتلقى واحد الكلمه سميتها convert small assets to bnb هذه ندخلوا ليها كنلقاو بان واحد عندنا واحد لاليس ديال جميع لي توكن ديالنا اللي فيهم small assets واحد المبلغ صغير بزاف ما نقدروش نصرفوا فيه ممكن انك تحدد كاع دوك لي توكن اللي عندك ولا ممكن انك تحدد فقط لي توكن اللي انت بغيتي تحولهم للبي ان بي من بعد مثلا انا غنحولهم كاملين للبي ان بي نشتو معايا من بعد كدير كونفيرت من روحها مباشره غيبينوا لك هاد السمال اسيت شحال غادي يجيبوا لك ديال البي ان بي في الحاله ديالي وقال جابوا لي تقريبا 0.02 بي ان بي مبلغ صغير تقريبا 10 ولا مع 8 دولار ولكن قد ما كان عندك بزاف وقديم في الباينانس وما عرفش هاد العيبه هذه فاكيد غيكون عندك واحد المبلغ كبير في باينانس فمن بعد ما غادي دير كونفيرت غتلقى جميع هذوك لي توكن اللي عندك تحولوا للبي ان بي وتضافوا الرصيد ديالك في البي ان بي الا مشينا للسبوت والبي ان بي غنلقاو عندك تزاد لك هذوك لي اسيتس لي تكونفيرتاو تزادوا في الرصيد ديال البي ان بي وهنا نكونوا كملنا من هذا الفيديو هذا وهذه الحلقه هذه وهذا الشرح هذا لكيفاش تستافدوا من هذوك لي اسيتس اللي بقاو عندكم شيطين عندكم وتحولوهم لعمله وحده اللي هي البي ان بي وتستافدوا من الفلوس ديالهم عوض ما يضيعوا عليكم نتمنى الشرح يكون فاتكم نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي وشرح جاي الله يعاون